السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيك في حلقة جديدة من كورس HTML لسنة 2022. النهاردة هنتكلم عن حاجة من أهم الحاجات اللي هتتعلمها في لغة HTML، وهي السكشن والديف. يعني إيه سكشن ويعني إيه ديف؟ خلينا أفهمك على مثال عملي أو على صفحة ويب حقيقية. نيجي للموقع ده مثلا، أول حاجة أنت شفتها هو صورة وشوية كلام. الصفحة اللي أنت شايفها قدامك دي هي عبارة عن سيكشن اسمه هيدر او رأس الصفحة. لو نزلنا تحت شوية هتلاقي سيكشن اسمه برودكتس. السيكشن جواه سيكشن اسمه كلوزس، في كذا عنصر، وجواه سيكشن تاني اسمه شوز، جواه كذا عنصر. العنصر من دول اللي هو المربع الابيض ده اللي جواه صورة وجواه عنوان جواه سعر جواه زرار باي اسمه ديف. يعني ده ديف رقم واحد، ده ديف رقم اتنين، ده ديف رقم تلاتة، ده ديف رقم اربعة، جوه سيكشن كلوزس اللي جوه سيكشن برودكتس. فهمت حاجة؟ بنسبة 50% انت فهمت. 50% الاخرى ان انت ما فهمتش هتفهمها دلوقتي. تعال افهمك. خلونا نفتح الصفحة الفاضية بتاعتنا اللي بنشرح عليها. سيبك بس من الموقع ده دلوقتي، او ماشي نسيبه على جنب يمكن نحتاجه. Open with live server section and dev. درسنا النهاردة مهم جدا جدا جدا، لان هنتعلم فيه حاجات غير السكشن والديف على فكرة، ولكن دي المين فكرة. يعني خلونا نفتح البادي. يعني لو خدت بالك هنا section header nav div class id، كلام مهم مهم جدا. نبدأ نعمل section. section بالشكل ده، ده section بتاعنا. السكشن ده لو فتحت اللايف سيرفر مش هتلاقي اي حاجة في الدنيا، تلاقي سيكشن فاضي. لو كتبت جواه كلمة عمر وعملت ريفرش هتلاقي الكلمة ظهرت. هتقولي ايه ده، انت ما عملتش اي حاجة، ده كأنك كاتب في البادي بشكل عشوائي. هقولك تعال افهمك، لان انا ما اقدرش اشرح لك على صفحة فاضية، فانا هحاول اني استعمل لغة CSS عشان اشرح لك. ولكن ما تركزش، انا بس بوضح لك، ما تركزش في الكود. هاجي هنا واعمل ستايل للسيكشن ده، اديله باك جراوند كولر ريد، اديله هايت. ما تركزش في اللي انا بعمله ده، توضيح للفكره. تمام. كنت لازم اعمل مين مارجن صفر، وبادنج لازم اعمله بايدي صح. مارجن انا مش متعود اشتغل من غير فريم ورك، ففي حاجات هتلاقيني بنساها. بادنج برضو صفر. تمام. ريفرش ليه ما اشتغلتش؟ واضح ان انا لازم اعمل ملف سي اس اس. طب لا بلاش وجع دماغ، بص هي دي، ده السكشن بتاعنا. السكشن بتاعنا عبارة عن الصفحة اللي لونها احمر دي، ده سكشن، واخد بالك؟ ده سكشن. خلونا نصغر طوله شوية عشان يكون بس في حجم الشاشة. قشطة، ده السكشن بتاعنا. السكشن هو في الغالب اللي بيكون بعرض وطول الصفحة، مش شرط، ولكن انا بكلمك عن طريقة الشغل. يعني انت ممكن تعمل سيكشن قد نص الصفحة، ولكن الطبيعي ان السيكشن هو اللي بعرض الصفحة. نرجع لصفحة اديداس ونشوف هنا كلوزز، ده سيكشن، واخد بالك انه بعرض الصفحة وتقريبا بطول الشاشة. هنا لو جينا برضو هتلاقيه بعرض الصفحة وبطول الشاشة. دلوقتي احنا هنا لقينا ان هو جواه اربع ديفات. تمام. هنيجي هنا نعمل اربع ديفات زيهم، وكل ديف هنديله باك جراوند لونها مثلا ابيض او ازرق. تمام. نعمل ديف. ازاي تعمل ديف؟ كده كلمه ديف بس. نعمل مثلا نسمي ده فيرست ديف، او بلاش نسميه، بص احنا هنيجي هنا ونديله ستايل الاول، ستايل ويدز 25 في دبليو او 20 في دبليو. ما تركزش في الكود اللي انا بكتبه، ده كود سي اس اس عشان اوضح لك الفكره. اي حاجه بكتبها جوه كلمه ستايل ده كود سي اس اس. تمام. ونديله هايت مثلا هو ليه مش متفاهم معايا، هايت مثلا 50 في دبليو، بس كده كفايه. اديله بقى باك جراوند عشان يكون مختلف عن اللي غيره، باك جراوند كولر مثلا وايت، وخليها بلو. ماشي، نيجي هنا نبص ريفرش، ماله الديف ماله كده بقى ضخم. انا كتبت حاجه غلط؟
كده تمام. هديله مثلا مارجن، ما تركزش في كود السي اس اس لو سمحت، انا بس عشان اوضح لك الفكرة او اوضح لك الصورة. 30 بيكسل تمام. كده عندنا سيكشن لونه احمر، جواه ديف لونه ازرق. لو انا جيت قررت الديف ده كده، هتلاقيهم تحت بعض، يبقى عايز كود سي اس اس لطيف كده اسمه فليكس. تمام كده اعتقد اقرب شكل للشكل ده. طبعا انا ما عنديش صور، ما عنديش داتا، فهتلاقي الموضوع غريب شويه. عندنا هنا السكشن الكبير اللي اسمه كلوزس، اللي شايل 4 ديفات، كل ديف منهم جواه عناصر. هنا نفس الكلام، السكشن الكبير اللي لونه احمر شايل 4 ديفات، اللي كل ديف منهم لونه ازرق. طيب تمام، دلوقتي انا كديفلوبر هستفاد ايه لما انظم شغلي لسكشنات وديفات؟ طب ما اشتغل وخلاص، ما اعتقد اني اقدر اطلع ناتج زي ده. هو نوعا ما لا، ما تقدرش تطلع ناتج زي ده، ولكن في حاله انك اتذكيت وعملت موقع من غير سيكشنز ومن غير ديفز، فاحب اقول لك ان بنسبه 90% الموقع بتاعك مش هيكون صالح للاستخدام. ليه؟ لان الموقع بتاعك لو من غير سيكشن وديف، في حاله ان انا جيت فتحته من الموبايل مش هيشتغل معايا، الموقع هيكون مش منظم، هيكون كل حاجه عشوائيه. اما السيكشن والديف بينظم الدنيا، انت عامل سيكشن جواه 4 ديفات ظاهرين على البي سي جنب بعض، لكن على الموبايل بيظهروا تحت بعض. ازاي؟ تعال نيجي للموقع ده، واخد بالك من السيكشن هنا 4 ديفات جنب بعض. لو جيت عملت انسبكت عشان اشوف من منظور الموبايل، هتلاقي ايه؟ خلينا نشوف موبايل مثلا ايفون اس اي، هتلاقي ايه؟ ان ده بقى بطول الشاشة، يعني بقى هو عنصر واحد بس، وتحته عنصر تاني، تحته عنصر تالت، تحت عنصر رابع، وهكذا. دي العناصر اللي عندي، ولو رجعنا للبي سي هتلاقيهم جم 4 جنب بعض. تمام. لو انا بقى ما كنتش شغال بنظام السكشن وبنظام الديف، كانت هتبقى الدنيا متلخبطه خالص. دي اول حاجه. تاني حاجه، لو انت حابب تعمل نظام في الموقع بتاعك ان يبقى فيه 4 عناصر جنب بعض، ان يبقى فيه عندك العناصر كلها، يعني مثلا الصوره والعنوان والسعر والزرار محطوطين جوه مربع، المربع ده هو ديف، انت تعمله ازاي بأي طريقة تانية؟ مفيش طريقة تانية، لازم تستعمل الديف. تمام، ولازم تستعمل السكشن عشان تخلي الموقع بتاعك منظم، عبارة عن سكشن واحد، سكشن اتنين، سكشن تلاتة، وهكذا. مع الوقت لما تيجي تشتغل بحاجة اسمها فريم وورك اسمه بوت ستراب، والكلام ده هشرحه بعدين، البوت ستراب ده بيخليك تعمل الموقع بتاعك كله في ديف واحد، وبيكون اسمه كونتينر، او واخد خاصية اسمها كونتينر. عشان كده ممكن اقول لك اعتبر السكشن ده كونتينر شايل ديفات، كل ديف هو كونتينر شايل عناصر. في توضيح اكتر من كده؟ اعتقد لا، يعني اعتقد انت الفكره وصلت لك. نمسح الكلام اللي عملناه ده ونبدا من الاول. نعمل سكشن، نعمل جواه ديف، بس كده شرحنا السكشن. ماشي، شرحنا السكشن وشرحنا الديف. ندخل للسكشنات البيلت ان اللي موجوده في اللغه. لو خدت بالك البادي ده عباره عن سكشن، البادي ده سكشن اهو، لو جيت هنا فتحت الصفحه هتلاقي ده عباره عن سكشن بتحط جواه كل حاجه انت عايزها. عندنا سكشن اسمه هيدر، الهيدر ده هو نفسه ده هيدر. الهيدر فيه ايه؟ غالبا بيكون فيه مثلا صوره ملفته للانتباه، كلام، زرار، حاجات كده، ده هيدر. ولو خدت بالك في فوق كلمة اديداس والحاجات دي اللي هي ناف بار، الناف بار اللي غالبا في المفروض في مواقع تانية لو نزلت بالشكل ده بتلاقيها ثابتة فوق. تمام، وده شرحته، يعني هنشرحه في درس اللي هنتكلم عنه في الناف بار بالتفصيل، لكن حاليا احنا بنتكلم عن الناف بار بشكل عام. الناف بار هي نوع من انواع السكشن. تمام، انت مش فاهم حاجة صح؟ طب تعالى اشرح لك بهدوء كده. اللي قدامك ده ايه؟ سيكشن صح؟ جواه ديفين، أول ديف اللي فيه الكلام والزرار، والديف اللي جنبه اللي فيه الصورة. مش شرط على فكرة الديف يكون متحدد وليه بوردر، لا الديف مش شرط يكون كده. تمام، يعني احنا عندنا هنا ديف فيه صورة وديف فيه كلام. دلوقتي الديفات اللي جنب بعض دي شايلهم سيكشن، السيكشن ده أنا ممكن أعمله سيكشن عادي بالطريقة دي اللي هي سيكشن،
وممكن اعمله عن طريق سيكشن موجود اسمه هيدر. ليه؟ لان ده الهيدر بتاع الصفحة، ده اول حاجة انت بتشوفها لما تدخل الصفحة. على عكس ده لازم تقلب عشان تشوفه، اللي هو برودكتس. ده ما ينفعش تعمله هيدر بقى، ده لازم تعمله سيكشن. تمام. عندنا نوع تاني من انواع السيكشنز اسمه ناف. الناف تعتبر سيكشن، اللي هو ده اللي فوق الناف بار دي، هي طبعا هنا في الصفحة دي بنفس لون الباك جراوند، ده انت مش واخد بالك. الناف بار دي صغيرة مش بطول الشاشة، لكنها بعرض الشاشة، لوجو وليست هنا يو ال وال اي والكلام ده، واخد بالك؟ شوية لينكات زي ما اتكلمنا عنها في درس اللينكات. فدي ناف بار. هل ينفع الناف بار ما اعملهاش بالناف واعملها بسكشن؟ اه ينفع. هل ينفع الهيدر ما اعملوش بناف واعمله بسكشن؟ اه ينفع، ولكن الافضل تشتغل بالمسميات اللي موجوده. طب في حاجه عندنا اسمها فوتر، واتكلمت عنه قبل كده. الفوتر ده هو يعتبر سكشن، بيكون في اخر الصفحه خالص. لو نزلت هنا عندنا هنا في الاخر فوتر اهو، اللي بيقول كرييتد باي عمر بشير، ده فوتر. انا ممكن اعمله سكشن، مش شرط يكون فوتر، ولكن دي حاجه اللغه بتساعدك بيها عشان يكون شغلك منظم. اتكلمنا عن الهيدر، الناف، السكشن، الديف. نيجي لحاجه من اهم الحاجات اللي انت لازم تعرفها دلوقتي. لو انا عندي كذا ديف، ديف تمام، عندي دلوقتي 6 ديفات، نفترض ان انا عايز اخلي كل ديف ليه خواص معينه. طبعا لما انت تيجي تشتغل بلغه سي اس اس مش بتكتبها في صفحه ال HTML زي ما انا عملت، انت بتشتغل في صفحه اسمها مثلا index.css مثلا. يعني بتيجي هنا تعمل هنا صفحه اسمها index تمام دوت سي اس اس، بيفتح لك لغه سي اس اس، وبتشتغل فيها على الحاجات اللي موجوده في لغه HTML. ما تركزش في الكلام ده، لكن انا بعرفه لك بس عشان بقى تستدعي كل عنصر بتستدعيه عن طريق حاجه اسمها كلاس. ايه الكلاس ده؟ الكلاس ده يعتبر اسم العنصر. يعني انا هاجي عند الديف ده اديله كلاس مثلا فيرست ديف، والديف اللي بعده اديله كلاس سكند او سيك مثلا ديف عشان ما نطولش الاسم، والديف اللي بعده اديله كلاس ثيرد ديف او تي اتش ديف مثلا. تمام، نمسح باقي. لو انا دلوقتي عايز في لغه سي اس اس اخلي اول ديف باك جراوند بتاعته حمراء، وتاني ديف الباك جراوند بتاعته زرقاء، والتالت ديف الباك جراوند بتاعته خضراء مثلا، هستدعي كل ديف باسمه. وبتستدعي الكلاس عن طريق حاجه اسمها النقطه دي واسم الديف، مثلا تي اتش ديف. ده في لغه سي اس اس. طب انت محتاج تعرفه دلوقتي ليه؟ عشان ده HTML. الكلاس ده HTML، عباره عن انك بتدي اسم للعنصر بتاعك عشان تستدعيه في لغه جافا سكريبت او سي اس اس. الكلاس هو الاكثر استعمالا في لغه سي اس اس، ولكن في جافا سكريبت بنستعمل حاجه اسمها اي دي. الاي دي هو اسم برضه ولكنه مميز اكتر. ما تعملش عنصرين ليهم نفس الاي دي، بينما ينفع تعمل عنصرين ليهم نفس الكلاس. يعني ممكن اخلي كل دول ليهم كلاس اسمه ديف، كل دول يكون اسمهم ديف بس، لكن كلهم نفس الاي دي ينفع، مش هيديك ايرور بس غلط، لانك الاي دي ده هل في 2 في العالم ليهم نفس يعني الرقم القومي او اي دي البطاقه؟ لا، لازم الناس بتبقى مختلفه، ده الرقم اللي بيميزك عن باقي الناس. فالاي دي بيميز الديف ده عن باقي الديفات. لو جيت هنا اديت له اي دي فيرست ديف، بس كده، ده الديف الوحيد اللي اسمه فيرست ديف. والاي دي اقوى من الكلاس على فكره، يعني بيتفوق على الكلاس. ازاي بتستدعي الاي دي في لغه زي جافا سكريبت؟ عن طريق هاشتاج وتكتب اسم الاي دي فيرست ديف. وفي سي اس اس برضه ينفع تستدعي عن طريق الهاشتاج. هنستعمل دي في ايه؟ في الناف بار. يعني ايه؟ نرجع لاديداس ايجيبت حبيبتنا. دلوقتي لو انا دوست على فوتبول دي هيوديني فين؟ هيوديني لسكشن الفوتبول. الموقع عمله معلق اهو، ده تفتكر جابني السكشن ده ليه؟ لان السكشن ده واخد اي دي في ال HTML اسمه فوتبول، والزرار ده واخد اتش ريف هاشتاج فوتبول، عشان كده جابني هنا. تحب اشرحها لك؟ تعال اشرحها لك. نمسح الكلام ده كله، نعمل زرار ما نديلوش اتش ريف ونسميه كليك، نعمل تحته
باراجراف نكتب جواه اللوريم ماشي، ونعمل معاه بي ار. هتقولي انت بتعمل ايه؟ هتفهم كل حاجه دلوقتي. نكرره مليون مره تحت بعض بحيث انه ينزل بالصفحه تحت كده. انا لقينا نقدر ننزل لتحت. تمام تمام، نمسح شويه لوريمز ملهاش اي لازمه، ونيجي هنا نعمل سيكشن ونديله اي دي. سيكشن اي دي ماي سيكشن. تمام، وجوه السيكشن ده هكتب ويلكم، ويلكم تو ماي سيكشن. كده عندنا فوق زرار اسمه كليك، شويه كلامي عشان ينزلنا لتحت، وهنا سيكشن بيقول ويلكم تو ماي سيكشن. خلونا نعمل ده في اتش 1 عشان نبقى كل حاجه واضحه كده. تمام تمام، نطلع فوق عند اللينك بتاعنا نديله بقى اتش ريف. طب تمام، تعال نفهم حته الاتش ريف دي. السيكشن بتاعنا واخد اي دي اسمه ايه؟ ماي سيكشن. ازاي استدعيه؟ هنيجي عند اللينك بتاعنا جوه الاتش ريف اللي هو اللينك، تمام، ونكتب هاشتاج واسم الاي دي كنترول في اللي هو ماي سيكشن. هاشتاج ماي سيكشن كانك بتقول له وديني للعنصر اللي الاي دي بتاعه هاشتاج ماي سيكشن. تمام تمام، تعال هنا ندخل على الموقع بتاعنا، نطلع فوق، نطلع فوق تاني، هتلاقي عندنا هنا كلمه كليك، هدوس عليها هيوديني لويلكم تو ماي سيكشن. تاني عشان لو انت ما خدتش بالك، هدوس على كليك تمام، هيوديني هنا الويلكم تو ماي سيكشن. تمام تمام، اتمنى تكون فهمت الموضوع ده. طب في حاله انك ما فهمتش السيكشن والديف والهيدر والكلام ده كله، مع الوقت واثناء الكورس هنستعمله، واهم حاجه هي ان بعد الكورس هنبدا نعمل مشاريع ونطبق مشاريع على لغه HTML. دي اللي هتعلمك HTML بجد. يعني انت دلوقتي بتعرف السينتاكس، بعدين لما تخلص HTML و CSS كمان هنبدا نعمل مشاريع كامله، مواقع كامله زي موقع اديداس ده. ده معمول كله ب HTML و CSS بس، الموقع اللي قدامك ده ب HTML و CSS بس. فانت بمجرد ما تتعلم CSS خلاص انت تقدر تعمل مواقع زي دي. ولكن بعد كورس CSS اللي ان شاء الله هبدا اقدمه بعد كورس ال HTML، هنبدا ان نطبق مشاريع. في المشاريع دي هنستعمل كل حاجه اتعلمناها زي السكشن، الهيدر، الناف، الديف، والكلاس والاي دي. اكتر حاجتين هنستعملهم في الكورس ده وفي كورس السي اس اس وفي المشاريع كمان. فعشان كده فيديو النهارده كان مهم جدا وكنت لازم تفهمه كويس. في حاله انك ما فهمتش حاجه شوف الفيديو تاني، ولو عندك اي سؤال طبعا الكومنتات موجوده. وبس كده، والسلام عليكم.